المقابله كانت دات صعيبه شويه، رغم ذلك ربحنا بواحد الزيرو. نتمنى وتكون هذه النتيجه تعطينا حافز للمقابله النهائيه امام كونتر فريق الاهلي، وانا واثق من الفريق انه غيقدم مقابله جميله وغنديو العصبه ان شاء الله والبطوله وداديه ان شاء الله. تحيه لهذ الجماهير العريضه، تحيه لهم في هذه النهار هذا، وشكرا. مزيانه بالشوفه ديالي الحمد لله، ماتش مزيان داز، مزيان داز ماتش، مزيان لعبوا الدراري مزيان، وتنتمنوا ان شاء الله المقابله المقدمه تكون حتى هي ان شاء الله بالنصر. تنقول لهم ان شاء الله يزيدوا يجتهدوا اكثر ويكونوا في النهار ديالهم. لا ما تخرجش الكاس من الدار بلا طبيعه الحال، وديما وداد. هي المقابله اليوم كانت صعيبه، لاحظنا ان اللاعبين كاملين يعني التركيز ديالهم مشتت لانهم كيفكروا في المقابله ديال 30 ماي النهائي مع الاهلي ديال عصبه الابطال. الحمد لله كانت 3 بوان اللي خديناها اليوم اللي غادي تساعدنا وتعطينا حافز ان نلعبوا المقابله الجايه مزيان، سواء ديال البطوله سواء ديال المقابله ديال النهائي ان شاء الله. ونتمنوا ان الدراري يكونوا في الفورمه وما يقدموش الاداء اللي كان اليوم، لان الاداء اللي كان اليوم كان ضعيف في الشوط الاول، ولكن تداركنا الموقف في الشوط الثاني.